قول لي يا كابتن عبد الحميد، اصعب لحظه ليك في اصعب بطوله معاك في بطوله العالم العسكريه، لحظتها انت بتفكر في ايه وعارف ان رئيس الجمهوريه هيبقى موجود ومصر كلها وراك، كنت بتعمل ايه؟ والله يا كابتن حازم، لو تعلم المسؤوليه الكبيره اللي كنا بنشيلها، وان احنا يعني هنكون سبب في سعاده شعب بالكامل، قيادة وشعب ومسؤولين، فكانت كل هدفنا واحنا في الملعب ازاي نقاتل ونرجع بالبطولة عشان اللحظة دي. فاحنا كنا دايما حاطين الفرحة الكبيرة اللي كانت بنرسمها على جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها في قدامنا في الحسبان، ولحظة رجوعنا بالبطولة، فكانت مسؤولية كبيرة بتخلينا جوه الملعب صدقني مش بنلعب، احنا بنقاتل على حظوظنا وعلى سعادة وفرحة الجماهير المصرية. كابتن عبد الحميد، بتفكر في ايه في اللحظة دي؟ انا يعني في اللحظة دي سعيد جدا بوجودي معاك وفخور بوجودي معاك، لان انت واحد من الناس اللي رواد البرامج الرياضية، وبرنامج الكاميرا في الملعب هو عنوان رئيسي لكل ما كان يدور في كواليس المباراة. كابتن محمد، شهادة مجروحة. لا والله، أنا والله بحبك في الله كابتن حازم، والنهاردة يوم حلو ان احنا شفناك. ربنا يخليك والله. انا اسعد واحد في الدنيا ان احنا بنجتمع في رقم 10 وهنا في ارض محايدة، وسعيد ان انا بقابلك. ربنا متعك بالصحة ودايما اسمع عنك كل خير. عايز اقول لك حاجة واحدة بس، هترجم على سعادتي دي واقول لكل الناس ده كابتن عبد الحميد بسيوني، ده نجم. مهما الزمن يعمل معاه ممكن يجي شوية تراب كده بننفضهم ويفضل الألماس موجود، وإذا مش مصدق ارجع تاني شوف، عيد في التاريخ، قلب صفحاته واكتب بس، اكتب بس كابتن عبد الحميد بسيوني. فاصل ونرجع تاني. Thank you.